أربعة جوائز تقديرية قطفتها الشرقية هذا اليوم من داخل كلية الإعلام بجامعة بغداد بعد إعلان نتائج الاستطلاع الذي أجراه عدد من طلبة الدكتوراه في كلية الإعلام على عدد من المبحوثين في العاصمة بغداد ضمن الفعالية السنوية لأفضل أداء إعلامي، وجاء في مقدمة التكريم الإعلامي أحمد الملا طلال. يتفضل الأروع والأنقى والأوسم أحمد الملا طلال. إذن وبخطى ثابتة يسير الملا طلال سنويا ويكتب هذا العام وبالحرف الواحد عبر الشرقية نيوز إنه الأفضل في العراق بشهادة الجمهور والمختصين هنا في كلية الإعلام. مبروك لك يا عروف، مبروك للشرقية، مسؤولية كبيرة، كل ما زاد نجاحك كل ما زاد متابعيك كل ما زادت مسؤوليتك بالتأكيد. بالحرف الواحد إن شاء الله على 2017 راح أحاول أنه أنفتح بي نوعا ما على المستوى الإقليمي. أقول للشرقية شكرا، شكرا على هذا الدعم، شكرا على هذه الحرية الكبيرة اللي مطيتني إياها في تناول القضايا والمواضيع، شكرا لهذه المساحة من التغطية لبرنامج بالحرف الواحد في حصاد الشرقية، وهذا يعكس اهتمام كبير من إدارة الشرقية ومن المشرفين عليها ومن كادر الحصاد بهذا البرنامج. اسأل غير يعني الشرقية، اسأل عن تأثير الشرقية، اسأل عن عدد مشاهدي الشرقية، واسأل أيضا عن من يتحدث سلبا عن الشرقية كم ساعة يقضي في اليوم لمشاهدة الشرقية. الاستطلاع هذا أجري على عينة ممثلة لسكان العاصمة تقدر بأكثر من 3000 شخص موزعين على مناطق بغداد في الكرخ والرصافة، والذين صوتوا للشرقية وجعلوها المفضلة في نشرات الأخبار وفي طليعة القنوات الأكثر مشاهدة، إضافة لتصويتهم للإعلامية رقية حسن والتي فازت أيضا بالمرتبة الأولى كأفضل مقدمة. قمنا بتوزيع أكثر من 3000 استمارة ضمن السياق العلمي في اختيار عينة علمية، وبالتالي بالاعتماد على وزارة التخطيط وبياناتها وزعنا مدينة بغداد حسب الأحياء السكانية وصوت لكادر الشرقية، وبالتالي هذا هو الاستحقاق الطبيعي لكل مؤسسة تقدم خدماتها الفنية والترفيهية والعلمية والثقافية إلى الجمهور وتحصل نتائجها. ويؤكد المختصون والخبراء في مجال الإعلام إن هذا الاستطلاع يعتبر الأكثر مهنية وحرفية عن نظيراته من الاستطلاعات، لأنه يعتمد على المنهجية والعلمية في تطبيق اختيار مجتمع الدراسة. من بغداد عرب القحطان، الشرقية نيوز.